4 كانون الثاني 2016 بكون عم بلش السنة الخامسة ببرنامج الحل عنا بالام تي في، وأنا بشكر مجددا ثقة إدارة الام تي في وثقتكم مشاهدينا باستمرارية هالبرنامج حتى يوصل دايما صوتكم، قضيتكم، اقتراحكم، وحتى بالوقت زيته يجيب لكم الحلول يلي متمنى تكون على قد الأمال. يمكن السنة بلشت بالبياض صحيح، على أمل أنه ينعكس هالنقاء على جبالنا بقلوبنا ونسامح، وبالوقت زيته طبعا مثل كل سنة منبلش سنتنا مع رسالة البابا العالمية للسلام. فالسنة هي بعنوان تغلب على اللامبالاة واكسب السلام. وقديش بينطبق علينا هذا الشعار إنه نكترس للآخر، مدعوين نساء ورجال، طبعا كل واحد منا ضمن اختصاصاته ضمن محيطه، إنه ما نكون لا مبالين تجاه الآخرين، بالوقت ساته نكسب مودتهم محبتهم والسلام. من هيك كمان حبيت بلش أول حلقة من العام 2016 مع رئيس اللجنة الأسقفية عدالة وسلام المطران، شكرا لنبيل الحاج. كل سنة وأنت سالم سيدنا. كنت سالمي، الله يخليكي ويخلي المشاهدين. من كل قلبي بتمنى لك لإليك ولبرنامجك ولكل المشاهدين سنة مليانة خاصة رحمة وحنان، لأنه هيك قديسة البابا بيقلنا بدنا ننتقل من اللامبالاة إلى الرحمة وإلى الاهتمام بالآخرين. نعم، يعني تابعتكم لما أطلقتوا الرسالة بالمركز الكاثوليكي للإعلام، ومبارح مع القديس اللي خصصوا غبطة البطريرك الكاردينال مبشارة بطرس الراعي وعوانتوه بهالقديس يلي أطلقتوا فيه رسالة السلام، ويلي كان فيه تكريم لبعض الجمعيات يلي هي بتحط الرحمة وبالوقت زيته بتطالب دايما بالعدالة بين البشر. بدي أقول لهم يعطيهم ألف عافية. سيدنا، كيف ممكن نعيش اللامبالاة خصوصا نحن اليوم بوضع يمكن استثنائي، يمكن بوضع الناس بمحل الدولي بمحل، قدي نحن اليوم بحاجة تلتحم هيك هالعيلة اللبنانية تكون مكترثة لبعض البعض من خلال هالرسالة هيد؟ الحلو برسالة البابا، وحتى مش بس برسالته إلا بحبريته كلها سوا، إنه دائما بيعطينا أشياء عملية جدا، والأشياء العملية جدا كمان بتظهر برسالته عن اللامبالاة وعن السلام. بيقول أهم شيء أول وقفة إنه ما نسكر قلبنا، ما نغلق قلبنا على الآخرين، ونخدهم دائما بعين الاعتبار، ومش ممكن نتنحى عن الشيء اللي عم بيصير حول منا، لكن بكل معنى الكلمة نحن بدنا نحاول نلمس مشاكل الآخرين، نتفهم مشاكل الآخرين، نكون حد منهم راب كتير لقلهم، وكل شغلة بتمسهم هي بتمسنا. وأكيد لما لازم نلزم لازم نلزم، لأنه اللامبالاة هي بعكس الالتزام. أكيد مع الأسف كتار منا ما بيلتزموا بمحيطهم، ما بيلتزموا بجارهم، ما بيلتزموا بالآخرين اللي واقفين معهم واللي هني حد منهم، ما بيلتزموا مسؤولياتهم اللي هني موكلين إليها. يعني المسؤول هو صحيح في خدمة الناس، يعني أقله أن يلتزم مع مسؤولياته بخدمة الناس. قديش نحن اليوم بدنا إياها اليوم قبل بكرة سيدنا، لأنه اللي بتابع البرنامج بشوف قديش الناس اليوم عطشانة للخدمة، عطشانة لأبسط أمور الحياة، وما فينا نكون غير مبالين أبدا. صحيح، الناس عطشاني دايما للحب، عطشاني لانتباهنا، الناس بتحب دايما نفتح قلبنا ونطلع على همومهم وعلى مشاكلهم. كل إنسان بينسى ذاته للحظة بشوف هم الآخر، والإنسان ما بيكبر إلا ما يشوف هم الآخر، وإلا ما يساعد الآخر بحل مشاكله وهمومه. لأنه بالواقع ربنا أراد لما خلق قلب هالإنسان، قلبنا ما بيكبر إلا من خلال العطاء، من خلال المحبة. قد ما حاولنا هيك نعيش برفاهية ونعيش براحة وما نتعاطى من الآخرين، بنفكر إنه بدنا نلاقي السعادة ونريح حالنا. بالعكس بالعكس، كأنه قلبنا بينادينا دائما حتى نفتح عينينا على هموم الآخرين وحتى نهتم بالآخرين.
يعني أنا حبيت أنه بلش معكم هالالتزام، لو نحن ملتزمين مع قضايا الناس، ملتزمين نكون حد الناس وين ما كانوا موجودين بيقصدونا، نحن حاضرين نوصل صوتهم، نسمع شكواهم، وبالوقت ذاته كمان هيدا حق من حقوقهم. نحن اللي كمان كرسالة إعلامية ملتزمين فيها، مش بس بال2016 إنما بكل دايما برامجنا وبكل إطلالاتنا. شكرا لك سيدنا، يعطيكم ألف عافية للجنة الأسقفية، ومن خلالك بدي حيي كل إنسان بقلبه الرحمة والمحبة والالتزام، بدون ما يعني ما يكون لا مبالي، أن يكون دائما مبالي للآخر. شكرا لك مشاهدينا. أكيد أنا مثل العادة بتلاقي اتصالاتكم على 04-444-444. ما في شيء يتغير بالبرنامج، إنما بالعكس عنا تصميم أكتر، إرادة أكبر، إن نشتغل أكتر نحن وياكم حتى نوصل لمجتمع آمن، لكل إنسان إن شاء الله بيلاقي حل لقضيته. ما في أكثر من المشاكل، ما في أصعب منها، ولكن الحلول ما في أبسط منها إذا كان عندنا النية إن نساعد، وإن كمان إنه نوصل بكل هيك تجرد قضاياكم. طبعا بعدهم صلة التواصل معنا ما تغير، من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، عنا كمان البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج الفاكس، وأكيد بتتواصلوا معنا على الخط الساخن 24 على 24، وبالوقت ذاته مباشرة على الهواء، لأنه بعدنا عم نطل معكم يوميا بنفس الأوقات. ما توفرونا. بأخذ أول اتصال لليوم للعام 2016. ألو ألو. أهلا مسيو. بونجور. بونجور، أهلا. في عندي عطل تليفون. نعم. صار شهر وعشر أيام تلفلهم بيقولوا لي بينزلوا ما بينزلوا، ما بعرف شو القصة. وين أستاذ العطل؟ بأي منطقة؟ بالأشرفية، شارع مترنغف رعيد. نعم. بناية ميلاد رجدين. نعم، خطك لحاله معطل؟ ثلاث طوابق. كل الطوابق يعني اللي فيها تليفونات معطلة؟ ثلاث طوابق معطل التليفون فيها. طابق من بيت لحود، طابق من بيت عبد الله ابو طلو، طابق الياس مطر. سؤالي، التليفون الثابت عم تحكي ما هيك؟ نعم. رجعت اوجيرو؟ صرت مراجع 20 مرة واليوم حكايته. نعم. يلي أنت مقدم شكوى وراحوا قال سووا لك إيه؟ قلت له لك خي لهون وصل الكذب؟ معقولة يعني؟ ونحن قاعدين ناطرين صرنا شهر ونص ما في تليفونات. تعطيني رقم من الأرقام المعطلة إذا بتريد؟ بعطيك رقمي أنا. تفضل. 01. نعم. 333. نعم. 897. أوكي. إن شاء الله خير. أهلا وسهلا فيك. اتصال آخر. بدي أقول شغلة بموضوع الأعطال. يعني أنا توقعت اللي مثلاً عطل التليفون يكون بشي قرية بهالجبل، إنه نتيجة العواصف، نتيجة الثلوج، ولكن ما بتوقع إنه هون بالأشرفية يعني يكون في عطل ببناية له أكثر من 10 أيام مثل ما فهمت وما تصلح. يعني مؤسف جداً. بس بموضوع المي خلوني أحكي شوي فيها، لأنه كتير كانت الاتصالات يعني خصوصاً هاليومين الماضيين واليوم بكسروين، أكثر من أعالي كسروين، ما بدي اقول للساحل لانه الحمد لله الساحل في عنده مي، ولكن من الوسط وطلوع بيتغذوا اكيد هالمناطق من سد شبروح، وفي كمان من نبع اللبن نبع العسل. هلا الانبوعه جلدت على الجليد، كلنا بنعرف سد شبروح الاتكال الاغلب عليه كمان بحاجه لمي لانه ما في الكميات الكافيه. هلا المشكله بلشت قبل العاصفه الثلجيه، وانا بعرف يعني مش انه هلا العاصفه تنقول لا، مبلشي قبل العاصفه لانه في شح بالمي، وبالوقت ذاته ما عم تقدر كانت توصل بكميات كبيره. اجى الثلج، اجى الجليد، جلد كل شيء، وناطرين يعبي شوي اكثر سد شبروح تيرجع يغذي كل هالمناطق. هلا في بديل؟ نعم، في خط بديل أو في شيء بديل اسمه بير. هذا البير يلي كان يغطي النقص إذا بدنا نقول في عطل، فبادرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إلى تلزيمه لمتعهد هلأ اليوم حاليا ليطلع يشوف هالعطل، حتى إذا بيتصلح بأقرب شيء ممكن، حتى يكون البديل لحين ما تتفجر الينابيع أكثر، ليخف الجليد على النبعين يلي حكيت عنهم. وأكيد سد شبروح يلي
مفروض عنده كميات تغطي أقله مش بس بالصيف كمان بالشتاء. هيدا هو واقع المي. هلا سمعت كتير قضايا حزازات والنواتير وإلى ما ما بدي فوت بهالتفاصيل الصغيرة اللي موجودة، ولكن بدي أقول كمؤسسة مثل ما عرفت أنه اليوم رح يتصدر بيان عنا بيوضح كل هذه القضايا، وأنا أسفي أنه لما بيصير في أي عطل أي تأخير أي شيء ما بده شيء هذا البيان يلي بيوضح لكل المشتركين شو قضية المي، أي متى جاي مش جاي. كلنا منقدر ظروف الأحوال الطبيعية، بس ما منقدر ظروف أنه هذا المشترك يعني ما قادر بقى يتحمل عدة فواتير. احترموه شوي على القليل ببيان، يعني رح يصدر البيان اليوم، بس أي متى عم يصدر؟ اليوم واليوم المساء، يعني قلنا أربعة أيام عم نتحارب في مي ما في مي بالوقت المناطق فيها 12 ساعة ما فيها مي. عفواً، هيدا موضوع المي أكيد بينعكس على الأشرفية وعلى بيروت، لأنه بالنتيجة بدنا مي. قد في كميات قد بتنعطى؟ كلنا بانتظار إذن عفواً كلنا بانتظار إذن هذا البيان تيوضح لنا فيه المدير العام لميه بيروت جبل لبنان شو أي متى بتجي المي. بياخد اتصال. ألو 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 أهلاً ألو. يعطيك العافية. يعني مبحيت قد ما عم بحكي بالمي. تفضل. أنت عم تحكي بالمي وأنا بدي أشكيكي عن المي. يلا منتظرة اليوم اتصالات كتيرة. أنا من عيتات. أهلا فيك، بس يا ريت بتوطي التلفزيون شوي بتعمل معروف. سوري. أو حطوا ميوت حتى تقدر نحكي بعضنا أنا وياك نسمع بعضنا. سافا؟ أنا مش الحال؟ يلا إيه تفضل. أنا من عيتات قضاء عليه. أهلا وسهلا. ميتنا عم تجي يعني صار شي شهر ونص ما اجت على الضيعة. نعم. وعلى شوية سترنات وعلى شوية مية شرب وحالتنا حالة. نعم. بدي أعرف في سر، يعني في سر مش معقول بغير منطقة عم تجي يمكن كل 12 يوم عم تجيهم مي بعلي، مثلا عم تجي كل، لأن قرايبينا هن ساكنين بعلي وقالوا لنا إنه كل 12 يوم عم تجي المي عندهم. نحن صرنا شهر ونص ما بيصير هذا. يعني في سر عنا. نعم، لأقول لك شغلة، يعني لو بتقلي بعلي عم تجي يوم أي يوم، لا بقول لك في سر كبير. لما بتقلي هن كل 12 يوم أنتم كل شهر، يعني في أزمة مي، في أزمة كميات مي. هلا اللهم شهر ونص نحن ما اجت لعنا المي. ما هذا السؤال، يعني ناطرين هلا كلنا هيدي الثلج انطرناها، هيدي الشتوى انطرناها، لنشوف هلا نشوف عندهم اعذار بعد. اذا هيدا هو العذر وصل العذر، شفناه لمسناه اجا صار في عنا مي، خلينا نشوف المرحله الثانيه. بس انا اللي بدي اقول لك اذا في اعطال المفروض كانت تنعمل، نكون محضرين. هلا بدي اسالك ليه بعيتات الى شهر ونص ما اجت المي اطلاقا؟ رح نسال ونحن بنعطيك الجواب اذا قررت. بس بدي اقوله دائما بعد هيدي الثلج والجليد لترجع تنتظم المي بشكل هيك شوي متواصل هي بعد 5 ايام، يعني دائما بعد كل شتوى كبيره او ثلج بدها 5 ايام تتدرج الامور. هلا السترنات كمان ما عم بتلحق بالمناطق الجبليه لانه مجلد المي، منين بدهم ياخذوا مي حتى يوزعوا على الناس، يعني في ازمه مي. ان شاء الله يحلحل شوي التاس لنشوف. باخذ اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور. كيف بقدر احكي مع مدام ريبيكا؟ عم بسمعك، تفضلي. نحن شارع عين شتيخة، معك مدام حصروتة. اهلين. نحن شارع عين شتيخة عندنا محطة على اساس البناية اسمها محطة عباس لبنايتين هون بالحي، صار الحي كله بنايات اوكي، هلا مدوا منها لبرات الحي على فنار زعيترية كمان، يعني ما عم تتحمل، بتجي الكهرباء 4 ساعات وبتنقطع بهالاربع ساعات 60 مرة. صدقيني لا براد ولا بتلفزيون الا محترق، بنضل نعلي الكهرباء يعني كثير، يعني كل 4 ساعات بتجي فين الكهرباء على بعضها بيجوز نص ساعه، بتنقطع 20 مره مش حاله. من على شركه الكهرباء بيقولوا لنا بدكم تنزلوا كتار على مكتب الشكاوى، كيف كتار يعني بنزل على مكتب يعني الشكاوى. لازم هيك تاخذوا بوستة مثلا وتحملوا حالكم او تعملوا كونفوا. ما بعرف لا لا كونفوا سيارات هيك ببين اكثر زينوا هالسيارات. يا عمي افصلونا هذا الترانس عملوه على اساس للحال مش لمية حال، جيبوا ترانس ثاني بتنفقر الدوله. مدام بدي اقول لك شغله. شو حبيبي؟ ما بدها كونفوا، يعني بمجرد ما هني لشو عاملين اذا واحد عنده عطله تلفن يتصل حتى يوفروا على الناس وقت. ما بعرف. وبالوقت زيته المهم واحد يعلمون. للاسف
فاصل ومنتبع. منتابع الحل عنا وبيخد اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا مسيو. مدام ريبيكا. نعم. أنا عندي خط ثابت. نعم. وكنت مدد عليه من شركة ديرانت انترنت. نعم. أوكي، قدام الطلب أنا صلوا شهرين قبل العطلة الميلاد. نعم. راجعت أنه لما رجع إجا الانترنت قالوا لي بعد العطلة، اليوم راجعتهم قالوا لي الساعة ما إجا الطلب من أجيره. ممكن أكيد بدنا نشوف شو القضية، لأنه في عالم عندها طلب، عندها مركب الإنترنت من 4 أشهر 5 أشهر ومش ماشي الإنترنت، ما بعرف ليه، ما بعرف شو المشكلة. الطلب إيه بعرف أنت الطلب ما مشي وهن مش ماشي الإنترنت، يعني في إنا وينيها لنا ما بعرف. خليني اشوف ليش في تاخير. انت وين حضرتك، باي منطقه؟ بطرابلس شارع الارز. طرابلس شارع الارز، اوكي. كمان اتصال قطع. اتصال جديد. بنتقل لفقره التواصل. بلش مع كسروان. كسروان فيها تلج وشتي وما فيها مي، مقطوعة من أسبوع، تفوع على هيك بلد. اي معكم حق، اي تفوع على هيك بلد، لأنه تصوروا واحد قاعد بقلب بيته بيفتح الحنفية ما فيها مي، بيطل من الشباك بيلاقي ما بعرف كم متر تلج، وإذا ما في تلج المي رايحة هدر على الطرقات. وطب شو بيعمل يعني؟ هيك واحد يشوف هيدي الصورة شو لازم يفكر؟ بدي أقول أكتر من تفوع على هيك بلد. حكيت بموضوع المي بكسروان. جوزيف بيقول إذا ما عنا مشكلة نفايات بزحلة مثلا، هل مفروض ندفع ضرائب لترحيلها للخارج؟ قبل ما ندفع ضرائب يا صديقي، ما بدنا نشوف إذا رح نرحلها ولا رح نضمنا نشقعها فوق بعدها. هيك تعودنا على منظرها للأسف الشديد، يعني سكتنا عن الكهرباء صار عنا موتورات وصار عنا فواتير زيادة، سكتنا عن المي فلتت السيترنات، هلا اني بنسكت عن الزباله بتغمرنا الزباله. ما بعرف نحن كشعب قديش بعد قادرين نوقف امام شيء اسمه زباله وامراض وبيئه، ما بعرف يعني. هيدا ملف كتير 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 تقيل، تقيل بالفعل تقيل، بس ما حدا حاسس من المعنيين فيه الظاهر. بعدين بنشوف اذا زحله لازم تدفع ولا لا. ماريتا بتقول 3 كاميونات زبالة من الساعة 3 صباحا قدام كنيسة السيد برمقنا، وبعتت لنا صورة، رح شوف الصورة. تفضلوا هيك على عينك يا تاجر، يعني بتكسر النفايات، بس وين رايحة؟ وين رح تنكب؟ وين عم تنحرق؟ ما بعرف. سؤال، ممنوع الحرق، ما بنشوف إلا الحرق وين ما كان. طيب وين عم تنكب؟ كمان ما بنعرف، يا بشي وادي يا تحت شي جسر يا بين بيوت. مارسلينو كمان باعت صورة بيقول بدي كواني من أول شتوى للشارع كله حفر ومجرير متلاية الطرقات وريحة بتقرف. باعت لنا صورة عن الموضوع كمان. نحن أكيد بنتواصل مع بلدية دكواني بهذا الموضوع وبموضوع الزبالة. ماني عارف زبالة مين ببرمانة، إذا برمانة ولا حدا حواليها، يعني كمان كله قيد المتابعة. باخد اتصال جديد. ألو. ألو. إيسا أنا. بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. أي حبيبة، أنا خفيت التلفزيون. لكن ما بدي حل منك، بس بدي أدفع إنه بس الصوت العراقية والسورية وكل الأجانب عم يخدولنا أشغالنا من دربنا. إنه معقولة 30 سنة عم يشتغل. نعم. بيجوا الأجانب أنزق بياخدوا 500,000 بيشغلون أرباب العمل وبيشحطونا وبلا أي تعويض. معقولة هيدا؟ لا، هيدي المواطنة الصحيحة، يعني عرفت كيف؟ لما نحب بلدنا وزوين بلدك ولقمح الصليبي ما راضين دايما، ما عنا هذا التفكير الوطني للأسف الشديد.
للأسف الجديد. واللي عم تقولي لي اليوم سمعته كتير بهذا الويك أند من ناس يعني من مهن حرة، من مهن صغيرة مريت يعني من بين الأمور يلي من بين نعم أنا من بين الأمور يلي زعجتني إنه حدا موظف بنت عم بتعيل عائلتها كلها وبيعرف إنه بتعيل عائلتها وعم وبتاخد $600 بليلة ما فيها ضو قمر إلا على بيتك وبجيب اثنين سوريين بدلك. مزبوط مزبوط، لأنه لا بيدفعوا لهم مواصلات ولا بيدفعوا لهم ضمان لا بيدفعوا لهم شيء ولا تعويض ولا شيء. بدي أقول لك معك حق، هيدي شغلة كتير مهمة، شغلة مش لازم هيك نمرقها. أنا مع إنه كل إنسان يشتغل بحلاله، مش عم بقول لا، ولكن أولاد البلد مين بيدفع عنهم الضرائب؟ كيف بيعيشوا؟ إذا رحتوا على أي بلد، إذا لبنان رعي أي بلد من البلدين، إن كان نازح أو مهجر أو موظف عادي أو اللي بدكن إياه، في يتصرف مثل عم بيصير اليوم بلبنان؟ أكيد لا. أنا هون بدي أشتغل شوي على ضمير اللبنانيين. أنا مش مع نترك أي إنسان لإلنا بحاجة، ولكن أنا مش مع كمان إنه نستغني عن خدمات مواطنين لبنانيين حتى نسترخص يد عاملة وحتى ما نعطي حق لمواطن مين ما كان يكون عم يشتغل. وبفتكر وضحت اللي لازم أقوله، وهيدا أكيد برسم المعنيين. كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا مسيو. بدي اطلع على الحل عنا. ايه معك الحل عنا، عم بسمعك. نعم تفضل. ايه بقدر احكي هلا؟ ايه اكيد تفضل. ايه يلا الو. تفضل تفضل. عم بسمعك. طريق فرنبرخ رئيسي. طريق ايه نعم. لقلك شغلي مسكرة هلا ما هيك؟ الطريق من اثار الطبيعة اللي صاري. صحيح. درفة الشتاء. نعم. والصعوبة عليها. نعم. حكينا البلدية. قال ما شغلتنا هي شغلة وظيفة الأجراس. نعم. لقلك شو بتقلك شغلة هلأ الطريق ينصح ما حدا يقطع عليها وبفتكر تسكرت تتحول على مطرح تاني، ولكن مدير عام الأشغال عم بيقول إنه كأشغال يعني اليوم الاحتياطات اتخذت، بس في شيء تاني اسمه الهيئة العليا للإغاثة. صراحة أنا حكيت مع رئيس الهيئة اللي وقرى خير اليوم صباحا بهذا الموضوع، وعم بنسقه مع رئيس البلدية. لواء خير عم بيقول الموضوع مبلش من أسبوعين مش من اليوم بالمعالجة، لأنه مش أول مرة بتسحل، زحلت أول مرة، هالمرة اللي أضاف لها هو التربة والحجار وهيدا اللي أثر زيادة. والمهم كان بالنسبة لهم أنهم يخلوا السكان، وكان في تأكيد مع رئيس البلدية المفروض الإخلاء ويعطاهم مبلغ من المال توفر حتى يدبروا حالهم لحين ما تخلص الدراسات، لأنه منا شغلي للإعمار إعادة إعمار الحائط والطريق، بدها شغل. هلأ أني الدراسات مثل ما عرفت خلصت، بدها تلزيم وتتنفذ. يعني هلأ كان المهم أنه المواطنين ما يعني يخلوا، وإذا خلوا لا يقدروا يطلع لهم مصاري تعويض معين، لكن ما اشتغلوا على الموضوع. هلأ الوضع منه سليم صراحة، من هيك عم يطلبوا من الناس ما ترجع على بيوتها، هلأ عم يطلبوا من الناس ما تسلك هيدا الطريق، يعني يلتزموا بالإقفال. أنا هيدا اللي عرفته اليوم صباحا صراحة، هي آخر المعلومات اللي عندي إياها. كمان اتصال. اتصال جديد. ألو. أهلا. بدي احكي مع ست ربيكا. تفضل. الو مرحبا ست ربيكا. مرحبا. اهلا. ايه تفضل اهلا فيك. الموضوع رح بلش دغري، طب اخذ شو وقت غيري. يلا. الموضوع بنايه سكنيه. نعم. يوجد تحت محلات وجهه استعمالهم حسب رخصه البناء الصادره من البلديه. نعم. للتجاره. نعم. هالمحلات عم تستعمل لتصليح الباصات والشاحنات على أنواعها، يعني جراجات. ايه ان التجارة، وما أدراكي برائحة المظبوط والشحطار والكربير والكراكيب والإزعاج والخطر، هيدا كله دون ترخيص. وين بالك ومن خلالك يا ست ربيكا. نعم. ومن خلال هالشاشة الكريمة الام تي في. نعم. بنجدد الطلب من بلدية بكفية المحايدسي وبكل احترام ورأفة بصحة الأطفال والختيارية إنه تبادر لإنهاء هالوضع الشاذ في العيار رقم 965،
وتعمل على تطبيق ترخيص البناء صادر من قبل البلدية حسب القوانين المرعية الإجراء، وينعاد عليكم ألف شكر. أهلا وسهلا فيك. إيه يعني اليوم صار الواحد بخاف، لأنه إذا في سكن أي شغل اليوم ممكن تأثر على سلامة الناس. نحن راح نوصلها للبلدية وإذا ما في ترخيص يعني محلولة لازم تكون، بس ما بعرف اليوم ظروف الناس أرزاقهم كله يتخذ بعين الاعتبار يا صديقي. كمان اتصال، باخد اتصال يعني جديد. ألو؟ ألو؟ ايه تفضل. بتيك العافية. أهلا فيك. بس بدي احكي عشان خط تليفون، أنا مقدم على خط الأجير وصرنا سنة وكل يوم بيقولنا بكرة وبعد بكرة وقال ما في مش وسعة السنترال. وين بأي منطقة؟ بشليفة. اوكي، ليك انت قدمت الطلب ولا ما اخذوا منك الطلب؟ لا الطلب ما اخذوا، بس كل يوم بيقولوا لنا بكره وبعد بكره الطلبات ما في ليش. ولا ما عم بيوافقوا. لانه اذا في علبه، اذا في خط قريب يعني بتتركب ما في مشكله، بس المشكله اذا ما في علبه قريبه او خط وين بدهم يركبوه؟ من هيك مش عم يقبلوا الطلبات. يعني شفت شو؟ خلينا نشوف هلا مع بدايه هالسنه شو استراتيجيه الاوجيرو لنشوف، لانه ايه معك حق، في كتير ناس مقدمه طلبات تليفونات وما ما عم يقبلوا لها طلباتها. بنتقل انا وياكم لصوره اليوم حتى ننهي معها مثل كل يوم الحلقه. طبعا لبنان مكلل بالثلج وصور كتير حلوه ومناظر خلابه وشو عم بتبين يا لطيف، وقديش في ناس هواة الثلج عم يطلعوا مخصوص لياخذوا صور. وبالوقت ذاته أنا بدي أطلب منهم دايما يلتزموا بطبعا توجيهات اللي عم تنعطى لإلهم، لأنه اللي صار بالويك أند بسهرة راس السنة وتاني نهار الحقيقة كتير أربك المواطنين وتركهم ساعات طويلة على الطرقات. فاعملوا معروف كل هالتوجيهات والإرشادات اللي عم تنعطى هي بس حتى تسهلكم سيركم وأموركم، حتى تتعاونوا معها. أنا إذا حطيت صورة عن الثلج والبياض حتى أتمنى لكم سنة بيضة نقية وبكل هيك في أحلى من النقاوة. هيك علاقتنا هي علاقة نقية بيضة، وإن شاء الله كل الحلول على الـ 2016 بتنحل. بعطيكم موعد بكرة.